يسرني في الدقائق التالية أن أرحب بالأستاذ عدنان يوسف، الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية من مملكة البحرين الشقيقة. أستاذ عدنان، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بكم يا طويل العمر. قمة العشرين أو مجموعة العشرين، هناك القطاع المصرفي وقطاع الأعمال، وبلا شك أنهما قطاعان مهمان جدا وركيزتان من أساسيات الاقتصاد الدولي. نتحدث عن التأثيرات التي لحقت بهذين القطاعين، وكيف كان لمجموعة العشرين دور بقيادة المملكة العربية السعودية في معالجة بعض تلك الآثار. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد تشرفت شخصيا وبالنيابة عن البنوك العربية والبنوك الإسلامية في الانضمام إلى الجي 20 في السابق في لجنة التمويل، وكنت نائب الرئيس. والحمد لله خلال هذه الفترة يعني حاولنا قد جهدنا أن نقوم بتعديل وتضبيط بعض المعايير الخاصة بالمؤسسات المالية، كانت مؤسسات مالية إسلامية أو كانت مؤسسات مالية تقليدية، ونجحنا والحمد لله في إدراج التمويل الإسلامي على جدول الجي 20. وأنا أظن أن المملكة العربية السعودية والحمد لله بعد في رأسها هذه الجي 20 قد أعطت الكثير ودفعت الكثير وعرفت الدول المشاركة والدول الأعضاء بكثير من الأمور التي كان يخفى عليها من ناحية التنمية ومن ناحية كذلك المؤسسات المالية. لا تنسى أن هنا في دولنا الخليج وبالذات في المملكة العربية السعودية قامت بأعمال جبارة، يعني اختصرت الفترة في التنمية إلى فترة جدا قصيرة، يعني 40-50 سنة من العمل الدؤوب، ليس بالمدة الطويلة في الدول، ولكن المملكة العربية السعودية والحمد لله خلال هذه الفترة قامت بجهد كبير في إثبات تواجدها. وأهم شيء اللي أنا أشوفه أن المملكة العربية السعودية ماشية بطريقة سلسة من ناحية البنوك، على وقد قامت خلال هذه الفترة بعمل اندماجات يقوي من متانة المالية والمؤسسات المالية بالمملكة العربية السعودية، وهذا ينطبق على الرؤية الاقتصادية للمملكة العربية السعودية 2030. جميل. أستاذ عدنان، كيف يبدو وجه القطاع المصرفي دوليا بعد جائحة كورونا؟ والله شوف، الوضع قليل يعني في يشوبه قليل من الصعوبة، لأن هناك دول قامت بطلب من البنوك بعملية إعادة جدولة المستحقات التي كانت على الشركات والأفراد وبالذات دول الخليج، فهذا أثر على ربحية البنوك. كذلك لا تنسى أن مصانع كبيرة ومنشآت مالية وخدمات قد أوقفت أو أوقف عملها خلال هذه الستة أو السبعة شهور السابقة، فهذه لها تداعيات من ناحية الأرباح ومن ناحية النمو. فنتوقع إن شاء الله أن بيكون نمو في 2021، ولكن النمو سوف يكون يعني بطيء، لأن لأول مرة في التاريخ الحديث نواجهنا كعالم أو كمجتمعات مثل هذه المشكلة. يعني عادتنا مشاكل نقدية ومشاكل مالية، ولكن لأول مرة في التاريخ الحديث نشهد أزمة مالية وأزمة اقتصادية وفوق هذا كذلك أزمة صحية. فنتوقع أن الاقتصاد يرد يتعافى بأواخر 2021-2022. جميل. الأستاذ عدنان يوسف، الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية، كنت معنا من المنامة. شكرا جزيلا لك أستاذ عدنان.